يعني لما يجي رئيس فرنسا ونائب المستشارة الألمانية والرئيس الصيني علشان يوقعوا اتفاقات اقتصادية وزيارة رؤساء دول على درجة رفيعة على أعلى الدرجات، هل معنى ده أن أنا أقدر سياسة مصر الخارجية وتحركاتها الدبلوماسية على مستوى العالم ورؤيتها السياسية والاستراتيجية في المنطقة والعالم، فأنا كمان جاي بقى ودعم ده اقتصاديا هو ولا مش شرط المصالح هنا بتلعب دور؟ لا لا شرط ونص، لأن هو أنت بالأساس العلاقات، من الذي يدير العلاقات في الجانب التنفيذي؟ القناصل والسفراء وأعضاء السفارات سلك الدبلوماسي، ولو زودناها حبتين نستدعي وزير الخارجية أو وزير التجارة إلى آخر هذا. لما نصعد للمستوى رئيس الوزراء ثم رئيس الدولة يبقى أنت في أعلى وأصفى درجات، لأن مش ممكن رئيس دولة هيجي لك عشان يعمل زيارة غير ناجحة، يبقى إذن هو بيحط رضاه his blessing زي ما نقول رضاه عن العلاقات، ولما بيعودوا بعض ودعموا لهذه الاتفاقات. الحوار بين وفدين في كل جانب رئيس الدولة يفرق كتير جدا عما انا اروح لوحدي كده كسفير اقول لوزاره الخارجيه كلمي لي، وزاره الاقتصاد تكلم لي، ما انا عارف مين. تفرق، بتاخد قرارات فوريه كده، بتلاقي ان النتائج بتبقى اسرع، اوسع رؤيه، حماس الى اخره. طيب.